فنحن نعيد قراءة هذا البيان على الشعب الليبي. إن المؤتمر الوطني العام يستنكر وبشدة ويرفض رفضاً قاطعاً كل هذه المحاولات، ويعدها انقلاباً على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجاً على خيارات الشعب الليبي. أصدر المؤتمر تعليماته لرئاسة الأركان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المجموعة. هذا وقد تلقى المؤتمر تأكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها. إن المؤتمر الوطني العام يعلن أن المسار السياسي السلمي في ليبيا وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سلمية هو خيار لا حياد عنه،